السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن ترسلوا رسائلكم النصية والتي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة، لكن هذه الخدمة غير متاح بها الاتصال. سيكون اليوم الموضوع عن الواقع الصحي المنهار في العراق، مدى معاناة المرضى ومدى معاناة الأطباء كذلك في بلد تعيث فيه الميليشيات فسادا وينخر الفساد بجسده وسط حكومة متهمة من قبل العراقيين أنها حكومة فاسدة، هذه أو من سبقتها، وكذلك المجالس المحلية ومجالس المحافظات، كل متهم بالفساد من قبل المواطنين، أقصد هنا المسؤولين. وطبعا ينعكس هذا الموضوع على الواقع الصحي وعلى معاناة الناس في حياتهم وعلى كثرة الأمراض التي تصيبهم بين فترة وأخرى نتيجة الإهمال لحياة الناس ولأرواحهم ولصحتهم، ونظرا لما عاناه المجتمع العراقي والدولة العراقية كذلك من قصف وحروب ومعارك جرت هنا وهناك، وكذلك من قبل طبعا الولايات المتحدة التي هي أساس لكل الخراب الذي يحدث الآن في العراق. مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات؟ ماكو. باوع على الجنب الأخرى، عندنا مقومات موت، عندنا بيكيسيات منتشرة بالشوارع، تسلع، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نسرد لكم بعض الأخبار والمعلومات التي لمن لا يعرف سيعرف الآن مدى معاناة الناس في بعض المحافظات العراقية التي تعاني من المخلفات الحربية والتي تعاني من الأمراض والتي تعاني كذلك من واقع صحي غائب ومنهار في كثير من المحافظات العراقية. إن تحدثنا عن محافظة البصرة قليلا، مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة، وهذه مؤسسة حكومية، أكدت عدم وجود تحرك جاد وفعال لمعالجة الملوثات في المحافظة والتي باتت السبب الرئيسي لتفشي مرض السرطان. قال مدير المكتب مهدي التميمي أن هناك وعودا من قبل وزارة الصحة بنقل الملوثات إلى خارج المحافظة، لكن لم يجري تطبيق ذلك على أرض الواقع حتى هذه اللحظة. ما الأسباب التي تعيق نقل هذه المخلفات الحربية إلى أماكن أخرى؟ ما الأسباب التي تمنع من تنظيف المحافظات التي جرت فيها عمليات عسكرية أو التي جرى فيها قصف وما إلى ذلك من هذه المخلفات التي تركت حتى هذه اللحظة في محافظات عراقية مختلفة؟ شدد مكتب مفوضية حقوق الإنسان على ضرورة التعامل بشكل جاد من قبل الحكومة مع ملف مرض السرطان الناتج عن الملوثات البيئية، وبالأخص من الاستخراجات النفطية التي تقوم بها شركات جولات التراخيص. طبعا الموضوع ليس فقط لا يقتصر فقط على قضية المخلفات الحربية في المحافظات النفطية، هذه الإعدامات أو الحرائق التي تتم لحقول معينة أو للغاز الطبيعي الموجود في بعض المحافظات الأخرى، هذه كلها انبعاثات وملوثات للجو، وكذلك تؤثر على صحة الناس بنقلها لأمراض كثيرة تصيبهم طبعا، ومن الصعب أن تعالج في كثير من الأحيان لأنه لا يوجد نظام صحي قائم في العراق، كلها تهم فساد وشبهات فساد تطال وزراء الصحة الذين تناوبوا على تسلم هذا المنصب، وكذلك على فساد حتى في بعض المؤسسات وحتى لدى بعض الأطباء فيما بينهم. نسرد أيضا لكم بعض المعلومات التي نملكها بهذا الخصوص. طبعا محافظة البصرة كانت قد تعرضت لقصف في تسعينيات القرن الماضي
من قبل التحالف الذي قادته الولايات المتحدة على العراق آنذاك، والذي أدى إلى تواجد 500 طن من الأسلحة في هذه المحافظة. طبعا بسبب الأسلحة الأمريكية أيضا كذلك نصف سكان محافظة البصرة سيصابون بالسرطان، والعراق مقبل على هيروشيما أخرى. هذا التعبير قادم من موقع كاونتر بينج الأمريكي. كذلك أكثر من 200 كيلومتر مربع من الأراضي في محافظة البصرة ملوثة بمخلفات حربية مشبعة باليورانيوم، هذا من قبل وزارة البيئة العراقية تصريح كان لها. 24 ألف مصاب بالأورام السرطانية في البصرة بسبب التلوث، ولا يوجد أي تحرك حكومي جدي. هذا كان من لجنة الصحة النيابية البرلمانية. هناك تلوث في المياه أشبه بالسرطان الذي يهدد العراق بعد إصابة 100,000 شخص في محافظة البصرة، هذا كان تقريرا لشبكة بي بي سي البريطانية. ولدينا مستشفيات تتسبب في موت مرضى السرطان في البصرة بعد ضبط أدوية منتهية الصلاحية، هذا كان تقريرا لهيئة النزاهة البرلمانية. معنا السيد أبو علي من لندن، تفضل أبو علي. بعد التحية إلى قناة الرافدين، قناة الحرة، حياك الله أبو علي. أخي العزيز يا أستاذ محمد، يعني منين أبدي؟ منين أبدي؟ ليش أكو طب بالعراق؟ أكو دكتور بقى بالعراق؟ يا أخي بس في لندن يمي 400 طبيب أخصائي عراقي. نعم. يعيشوا. شنو اللي بقى بالعراق أستاذ؟ شنو اللي بقى؟ لماذا برأيك ترك الأطباء العراق وهاجروا إلى الخارج؟ نعم. لماذا؟ لماذا يا أبو علي؟ حديث الولادة. فار تكرم، فار جريلي بالمستشفى ماكل جزء من رجله وجزء من شتفه ومات الطفل. يعني اشوف هذا الفيديو لو ينعرض بالعالم شي يصير، بس ارتفتهم استاذ محمد. نعم. المرجعية استاذ محمد، وجود المرجعية شو الهد؟ نعم ده عرفان يا اخي، هذا اي دين اي طب بالعراق؟ وين شنا استاذ محمد؟ نعم. العراق كان الأول بالطب سار محمد، بالتعليم، بكل المسائل. وين وصلنا سار محمد؟ العراق إلى عين يتجه في هذا الشعب، الشعب شبيه. لماذا وصل العراقيون إلى ما هم عليه في هذا المستوى المتدني من الخدمات الطبية؟ سار محمد يعني حقوق الشعب العراقي بس اللي طم والبجي ويعيشون على ثارات قبل 1400 سنة. سالم محمد. نعم. اللي يخون الوطن هذا هم محسوب بشر؟ شو غادي ينتفض الشعب على هؤلاء؟ ما كشفهم؟ صار 16 سنة سالم محمد، ايش بقى بالعراق؟ السمك كتلو، الشعير الآن مفتعل، كله فعل إيران سالم محمد. تقولهم إيران يقول لك انت عميل، انت بعثي، انت صدامي. من يغادر العراق سالم محمد؟ أليس العراق أليس أقدم من المراقد مال آل البيت؟ العراق الوطن اللي ما عنده غيره على الوطن عليش يعيش؟ نعم. لعنة الله على كل منافق وكل من خان الوطن. شكرا أبو علي، كنت معنا من لندن. معنا أبو طه من بغداد، تفضل أبو طه. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لك ولا قناة الرافدين. حياك الله، أهلا وسهلا أبو طه. أستاذ محمد، إحنا نقول عندنا طب بالعراق، بس هو بالأصل ماكو طب بالعراق. نعم. الكفاءات كلها طلعت، وليش طلعت؟ بسبب الوضع السياسي، زين، وضع الميليشيات. يعني الطب للمستشفى براسيتول ما عندهم، السرنجة ما عندهم، زين. نعم. يعني أنا دا أحاسيك شاهد عيان هاني دا حاجيك شاهد عيان، زين؟ نعم. في أحد المستشفيات دخلوا ثلاثة أو أربع أشخاص، زين؟ هم شاربين مخمورين يعني. نعم. زين؟ وحصروا الأطباء والدكتورات والمضمدين كلهم الساعة 11 بالليل، زين؟ حصروهم بغرفة واحدة، وال
سيطروا واكو باب المستشفى ما حد قال ما قاعد تسوون. فالطبيب العراقي شحكوا عنده باقي بالعراق. يعني تقصد بخلاف هروب الكفاءات او كثير من الكفاءات، من بقي في العراق يتعرض للاذى من قبل هب ودب، يعني الموجودين ان كانوا مواطنين عاديين او ان كانوا تابعين مثلا لميليشيات او احزاب. اي استاذ محمد بالضبط، يعني طبوا ودمروا وطلعوا وحصروا الاطباء والمضمدين ولعبوا وما لعبوا وخلوا وطلعوا وما حد قال لهم انتوا قاعد تسوون. نعم. زين وين راح دور الحكومة؟ زين؟ نعم. شنو عندنا؟ احنا اسمنا عندنا حكومة، بس مو حكومة، أقسم لك بالله العظيم مو حكومة، حكومة ميليشيات، حكومة عصابات. زين؟ أشكرك أبو طه، كنت معنا من بغداد. أم أزهار من بغداد. أم أزهار، بعثت منظمة الصحة العالمية في العراق دعت مجلس النواب إلى تشريع قوانين تجرم الاعتداء على الطواقم الطبية، وكما استمعت إلى حديث السيد أبو طه من بغداد يقول هو كان شاهد عيان على حادثة تم فيها الاعتداء على كوادر طبية في إحدى المستشفيات. طيب لماذا يتم الاعتداء على الطبيب؟ ما الذي يقدمه الطبيب من ضرر لكي يتم الاعتداء عليه؟ ولماذا كذلك لا توفر الحكومة حماية أو قانون يتعامل مع من يقومون بالاعتداء على الأطباء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، حيك وحي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة لسؤالك، احنا من 2003 لهذا اليوم حكومة عندنا عصابات، وهاي العصابات كلها قاعد تتحكم بهذا البلد، اذا كان صحة او مدارس او زراعة، كل شيء قاعد يخربون. فهم ما يردون هذا البلد ينمو، واذا هم يعتدون على الاطباء فهم ما يردهم يشتغلون بشرف الخدمة مالتهم. لان هم ما شرف، لا هم كلها عصابات اجت لنا ودا تحكم هذا، ما عندنا حكومه احنا، لا برلمان ولا وزارات ولا اي شيء يحكمنا ماكو عدل ولا نظام ولا اي شيء. احنا اذا نفكر بنظام يجي، اذا مسؤول قوي هو اللي يقدر يتحكم بهذول المشكلات كلها، لكن هو ماكو مسؤول قوي، كلهم عصابات وكلهم متعمدين في تجزئة هذا البلد وفي تدمير هذا البلد، متعمدين، لأن هاي الخطة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية الموجودة حاليا. لا يعني البلد إلى وين وصل؟ وصل إلى الانهيار، ماكو تقدم. احنا كل يوم نقول اليوم راح يتقدم، يجي يوم أسوأ من يوم، ولكن الشعب، انا اتعجب على هالشعب اللي هو ساكت وما يحكي. واذا الاطباء يروحون يشردون يروحون الى، مع الاسف احنا كانت احسن الاطباء عندنا. نعم. كلهم هددوهم، كلهم تهددوا وراحوا الى، ولكن الم تقدم ام ازهار، الم تقدم الحكومات السابقه وحتى هذه الحكومه الوعود بحياة أفضل وازدهار ورخاء؟ وكثير من السياسيين والمسؤولين في العراق تحدثوا عن أن العراق أصبح بلدا ينافس البلدان العربية المحيطة به، وحتى ينافس بلدان برا المحيط العراقي، بلدان عالمية دولية في التطور والتقدم الذي وصل إليه. احنا ما عندنا، هم السياسيين هم خربوا هذا البلد، منين عندنا تقدم؟ عندنا انهيار. هذا كل اللي يحكونه، اللي يحكوا بالقنوات كلها دعاية لهم. احنا لو السياسيين يشتغلون مثل وكان عمروا هذا البلد، كان انتجوا الى الاسلوب الصحيح للصحة، للدراسة، للزراعة. ما الذي يمنعهم يا مزهار؟ ما الذي يمنعهم؟ يعني القوة العسكرية لديهم والقوة المالية كذلك لديهم والحكم بيدهم، ما الذي يمنعهم من بناء مستشفى، من بناء مدرسة، من الاهتمام بالواقع الصحي؟ ما الضرر الذي سيعود عليهم أن اهتموا بهذه القطاعات؟ هم ما عندهم، هم اجوا مأمورين،
هم ما جاوا، هم ما جاوا لإصلاح البلد، هم جاوا مأمورين من قبل أمريكا وإيران وإسرائيل أن يخربوا هذا البلد. هم اجوا مو ما عندهم القوة الكافية اللي يقدرون يعمرون. هم خوانا، هم كانوا ساكنين، هم كانوا في بلد الخيانة كلها. فاجوهم أمريكا، جابتهم وإيران وإسرائيل لتخريب هذا البلد أكثر وأكثر. ما مو لإصلاحها، لو لإصلاحها كان قدوها 16 سنة ما لا بنوا مستشفى ولا بنوا مدرسة مال أوادم ولا بنوا جسر ولا بنوا شارع ولا أي شيء. فهم مخربين، هم أصلا ما يقدرون يسوون أي شيء، ورح يستمرون طول ما الخطط أمريكا وإسرائيل وإيران بجانبهم راح يستمر العراق في تخريب وتخريب اكثر واكثر. ولكن احنا 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 نؤمن بالله، نقول رب العالمين هو اللي ينصرنا ان شاء الله، هو اللي ينصرنا ويخلصنا من هالدوره اللي جت لنا من ايران وحقدها. شكرا لك يا ام ازهار، كنت معنا من بغداد. معنا السيده ام فاطمه من بغداد، تفضلي ام فاطمه. السلام عليكم. شلون محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرضى عليك. والله يا اخي يعني تعجز، ما يعني تشرح لك، تحكي لك على الدكاتره، يعني تروح لمريض يقول يعني يكتب لك من قفا ختمه، يعني لا يقول لك سوي تحليل او ما، يعني تعبان حيل. كان الطب زين بالعراق، هسه لا والله ما يجي. وغلاء غلاء الاسعار يا ام فاطمه، غلاء الاسعار، يعني المواطن العراقي البسيط كيف يمكن أن يدبر مبلغ الكشفية أو مبلغ التحليل أو مبلغ العلاج؟ كيف يمكن أن يدبر هذه المبالغ وكل المستشفيات أو أغلب المستشفيات الآن موجودة في العراق تطلب مبالغ وأرقام كبيرة بالنسبة للمواطن؟ والله إلى الله يا أستاذ محمد، إلى الله الفقير، إلى الله. طيب ماكو وسائل علاج متاحة للمواطن العراقي؟ حضرتك من بغداد، يمكن احنا خارج العراق يعني نفهم منكم ونسمع منكم اكثر. وسائل العلاج بالنسبه للانسان البسيط، كيف يمكن ان يعالج انسان بسيط مريضه؟ والله هي كلمه طيبه ما يحصل المريض من المستشفى او من الطبيب او من اي يعني كلمه حلوه، يعني كلمه مرات هي الدواء تصير. كلمه حلوه ما يحصل منهم. يعني لكن يوم بدي تقصدين التعامل سيء في المستشفيات؟ سيء ووسخة مع الأسف. مع الأسف يعني ذاك اليوم رحت للكندي طوارئ تكرم وسخ، وحتى يعني قلت للسسترات هذا الوسخ، شوفي لي معينة، شوفي لي أحد يسوي، تقول لي إحنا هذا مو شغلنا. بعد وين شغلهم؟ يعني أخذت المريضة. اي والله ما اعرف، روحي شوفي لي معينه، رحت للمعينه عيني شوفي لي هذا الوسائط ما ادري شنو، تقول لي دير بالك علي. دير بالك علي يعني فلوس، يعني رشوه. اي يعني فلوس، اي والله العظيم، دير بالك عيني علي. قلت لها تدللي، جت اجابه الخاوي بنفس المكان هيك، بس ما استخفت يعني لا تلقاه. يعني حضرتك اذا ما تدفعيني يا ام فاطمه امورك ما تمشي. اي والله العظيم. شكرا أم فاطمة، كان الله بالعون على ما تعانونه في العراق في الداخل. يعني كما استمعتم مشاهدينا الكرام، أم فاطمة هي حالة من حالات كثيرة. طبعا الأطباء في العراق، ولا يمكن القول بأن الجميع سيء أو الجميع جيد، هناك من هم سيئون وفاسدون، وهناك من هم صالحون ويسعون إلى خدمة الآخرين. مهنة الطب هي مهنة إنسانية قبل كل شيء، والقسم الذي يقوم به الأطباء في حماية أرواح الناس والحفاظ عليها وعلاج المرضى بغض النظر عن انتماءاتهم أو دينهم أو عرقهم، بغض النظر عن كل هذه الأمور، هي بحد ذاتها مثال للإنسانية. لكن أن تصبح قضية تجارة المرضى أو عفوا علاج المرضى تجارة بالنسبة لبعض الأطباء وبعض الكوادر الطبية الموجودة في بعض المستشفيات في العراق، فهذه كارثة حقيقة. يعني المواطن العراقي هو أصلا يعيش في حالة من الفقر، لدينا ملايين الفقراء أو ملايين من هم تحت خط الفقر، كيف يمكن لهم أن يعالجوا مريضهم في ظل ارتفاع الأسعار في المستشفيات الحكومية والخاصة كذلك؟ بالنسبة للخاصة هي مخصصة ربما لفئات معينة وطبقات معينة من هذا المجتمع،
من لديه القدرة فقط على إدخال مريضه إلى هذه المستشفى. وحتى هذه المستشفيات كثير منها هي غير جاهزة بالمعدات، كثير منها هي غير مؤهلة لأن تكون مستشفى لعلاج مريض. عرضنا لكم كثير من المقاطع التي تثبت عدم نظافة كثير من المستشفيات، وأنا أقصد النظافة بالنسبة لأروقة المستشفيات، بالنسبة لغرف المرضى، بالنسبة للبيئة العامة لتواجد مريض في مكان مصحة أو علاج لكي يشفى من مرضه. هي بالعكس، في بعض المستشفيات يصاب مرضى دخلوا إلى هذه المستشفى بأمراض أخرى نتيجة الملوثات المحيطة، كثير من المستشفيات محيطة بها مزابل أجلكم الله. طبعا بالحديث عن موضوع بعثة الأمم المتحدة أو بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق التي تطالب مجلس النواب بتوفير أو تشريع قانون يوفر الحماية للكوادر الطبية، مدير البعثة أدهم إسماعيل قال إن المنظمة بعثت رسائل تنديد بالاعتداءات على الكوادر الطبية في العراق، ما يحتم على السلطات توفير الحماية اللازمة للأطباء وذوي المهن الطبية، مشيرا إلى وجود تجارب دولية مماثلة نجحت في الحد من تلك الاعتداءات. ما الذي يمنع الحكومة في العراق، الحكومة الحالية على سبيل المثال، دعنا نتحدث عن الحالية، ما الذي يمنع هذه الحكومة من توفير حماية للكوادر الطبية؟ يذهب بعض المرضى إلى مستشفيات ويدخلون إلى غرفة عمليات أو ما شابه، ويفقد المريض حياته ربما من خطأ، وربما في كثير من الأحيان يكون هذا ما قدر له بأن تنتهي حياته في هذه اللحظة. يصب أهالي المريض جم غضبهم على هذا الطبيب، وكثير من الأطباء واجهوا كثير من الاعتداءات وصلت في بعض الأحيان إلى القتل لهذا الطبيب لأنه خسر مريضا كان تحت يده. يعني هذه الأمور طبعا بالإضافة إلى كثير من الاعتداءات التي تتم، إن كانت إتاوات، إن كانت سيطرة معينة من قبل جهة معينة على مستشفى معين، أي شخص يعترض هذا الطريق ويعتدى عليه، والأطباء للأسف ضحية لهذه الاعتداءات التي تحدث في كثير من الأحيان في مستشفيات العراق. معنا السيد أبو زكريا من كركوك. أبو زكريا تفضل. الله يحفظك أبو محمد، الله يحفظك. حياك الله أبو زكريا، أهلا وسهلا. والله العظيم اليوم الفقير ما عنده فلوس يموت، لانه الاطباء الاصليين ما بقوا بالعراق، الاطباء الاصليين ما بقوا بالعراق، وهذول الجدد كل ما يفتهمون. والله ابني محمد، والله 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 ثلاث مرات احلف لك، الحجيه ام زكريا وقعت انكسرت اصبعها، وديتها للمستشفى وتشفي ب 5000 دينار وفاس ب 3000 دينار ويقولون ما عندنا إشاعة. بالله بالله أكو هيج دولة، أكو هيج دولة حرامية سرسرية بالجزية إشاعة ما عندهم من المستشفى. والله المريض ما عنده يموت، ما عنده فلوس، إني محمد بالقرآن يموت، بالقرآن يموت. والله شوف الجرب صار بينا، شوف الأمراض القلبية، الضغط، السكر، والله مستشفيات ما ينطون أبره واحد، ينطون حبوب ستوك، ستوك هذا ما يفيد لا للضغط لا لا السكر ولا أي شيء. والله العظيم ابن محمد جاوبني وبالدور. نعم أبو زكريا، طبعا نتحدث دائما عن نقص التجهيزات بالمستشفيات في العراق، ولكن بنفس الوقت نحن في بلد غني، بلد من أغنى بلدان المنطقة، ما الذي يمنع أن تتوفر هذه الأجهزة؟ أين تذهب هذه الأموال طيب؟ والله ابني محمد يعني إذا نمت بالمستشفى سووا لك كانون أو سووا لك مغذي إلا تشتري تجيبه من السوق تجيبه، لأنه هذه الأموال جيب السياسيين الحراميين الكذابين اللي جابوهم علينا من أمريكا وإسرائيل وإيران. صدق ما حكومة، إحنا بلد بدون حكومة، من الشياب ختل ذبح. والله هسه يعرفوني يذبحوني بالقرآن من محمد، ويعرفوني أنا وين عنواني يذبحوني. وأنا أقول لك أبو زكريا من كركوك، أنا مو من كركوك، من خوفي أقول لك أبو زكريا من خوف من كركوك، وممنون عندك. شكرا أبو زكريا. ضياء من كربلاء، تفضل يا ضياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام إليك يا أستاذ محمد ولا كل سادة القناة الرافدين. حياك الله ضياء، أهلا وسهلا. يا أخي يا أستاذ محمد إذا تسمعني. تفضل. وإذا تسمحني، منذ رحيل النظام السابق ولا يشرفني، والله تقبل حسين ما يشرفني أن أقول سقوط النظام، لأن ما تليق كلمة السقوط بالنظام الراحل صدام حسين. صدام حسين رغم كان حصار عليه لكن متلافي العالم وجايب العراق بالتي هي أحسن من ناحية البطاقة التموينية ومن ناحية الاقتصاد ومن ناحية العلاج ومن ناحية كل شيء، وموفر للعراق وموفر قد ما الله قدر عليه، لأن كانت 30 دولة إحنا ضدنا. صح له غلط يا أستاذ محمد؟ نعم. الآن هنقول كشيء، الله ينعم عليك. سأل أنا لحش وياك من أهالي كربلاء، يعني أنا من البطلة بس ساكن بكربلاء. نعم. الآن إحنا عندنا بكربلاء، إحنا راح الله ينعم عليك أستاذ محمد، راح أقول لك إحنا الشيعة شلون مبسوط علينا، لأن إحنا غشمة وياهل يجي نقبل إيده وياهل يجي ندنق على سيارته ونبوسها وياهل يجي ندنق على تراب رجله ونبوسها. ليش؟ لأن الله يقول لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم. يا أخي أنتم جاي تشوفون المستشفيات عندنا، والله لو طب المستشفى الحر بالحر والله حالة يؤرث إليها يا أستاذ. أي مستشفى بالضبط؟ والله مستشفى الحر بمنطقة الحر، يعني خلف الإمام الحر عندنا بكربلاء. نعم. والله العظيم إذا أشوفه يا سائل، إذا تسمح لي أستاذ محمد أمانة اسمعني. تفضل تفضل تفضل. يعني إذا طب أبرة أبرة، هاي الأبرة ما كل أبرة يقول لك روح جيبها من برا. وإذا كمل المريض إذا كمل الفحص ماله، هاي يعطي ورقة يقول له روح المستشفى الكفيل اللي هو هسه مسمينه مستشفى الكفيل اللي مسؤول عليه المرجعية العليا عندنا في كربلاء. نعم. واللي مسؤول عليه عبد المهدي الكربلائي. والله العملية 60 ورقة و70 ورقة بمستشفى. طيب أنا أريد أسألك كم سؤال سيد ضياء، وأريدك يعني لا تسمعني أستاذ محمد. تفضل 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 تفضل. أنا بخدمتك. تفضل. تروح المستشفى الكفيل كله الدكتور هندي باكستاني فارسي، ما نقول إيراني، فارسي مجوسي وإلى ما شابه ذلك، وكلهم دكاترة موفرين لهم أحسن منام وفنادق وشقق عليا. لأن إحنا هذا مستشفى الكفيل، أنتم كمرجعية تقولون إحنا بخدمتكم. نعم. وتقولون الحسين هيك والإمام العباس هيك والإمام علي هيك، زين ليش ما تداون هاي العالم ببلاش؟ ليش هاي العالم كاتلها المرض؟ طيب جواب هذا السؤال، جواب هذا السؤال برأيك شنو يا سيد ضياء؟ جواب هذا السؤال شنو برأيك؟ رأيي أنا كمواطن، وخلي يسمعني كل متصل الآن، وسلام اللي متصلين من أهل بغداد، وسلام اللي متصل من أهل الموصل ومن أهل الكركوك. نعم. لا حل للعراق، لا حل للعراق، لا حل للعراق. وأنا دائما أنزلها على صفحتي، وأنا اسم صفحتي ضياء الغريب، لا حل للعراق إلا بخروج التدخل الأمريكي والتدخلات الإيرانية والعصابات والميليشيات التابعة خاصة لإيران، لأن أتت للعراق هدفها قتل وتهجير من مناطقهم، وقتل وتهجير المدرس، قتل وتهجير الدكتور، قتل وتهجير الفلاح، قتل وتهجير كل واحد عنده شهادة عليا كبرى بالعراق. ليش؟ لأن حتى يستولون على هذا البلد. ولا ننسى وصية وكلمة المرجع العراقي العام قال احذروا من إيران وتدخلاتها وميليشياتها، وإلا صدقني يا أستاذ محمد العراق للأسود. والله راح يجي يوم ثق بالله العلي العظيم، ثق بالله العلي العظيم، حتى هاي المرة اللي تريد تتزوج تتحكمون بيك، والآن بدت في كربلاء العقد. حضرتك سألت سؤال، حضرتك سألت سؤال كان مهم، يعني مستشفى الكفيل القائم عليها المرجعية في النجف، والمرجعية التي تتحدث في كثير من خطاباتها عن معاناة الناس وعن مظلومية الناس، وأنه يجب محاربة الفاسدين، وأنه يجب إعادة الحق إلى صاحبه. طيب لماذا مستشفى الكفيل تعتبر واحدة من أغلى المستشفيات في العراق من حيث التكلفة بالنسبة للمريض، والقائم عليها شخص يداعي دائما أو مجموعة أشخاص يداعون دائما بمظلومية الناس ويجب أن ينصفون ويجب أن تتوفر لهم حياة كريمة؟ أكيد كل خطب من خطب الجمعة مهدي الله كربلائي ينطي خطبة ويقول عليكم بالفقراء، عليكم بالأتيتام، عليكم بأمهات الحشد. انطيته فتوى للشباب وهاي الشباب خلصت، والله ظلت هسه نساء في كربلاء حصر عليها إيجار، تروح المهدي الكربلاء تقول له أريد بس إيجار أنا مرت شئيب. الله أكبر عليكم إن شاء الله. نعم. الله يخلصنا منكم بجاه محمد. والله المرأة للأسوأ يا أستاذ محمد، ما أريد أجابة لأن بلينا وطلعت أروح، وكل ما تحكي
شنو اللي يمنع الناس من انه تنتفض على هؤلاء؟ ليش ما تنتفض استاذ محمد؟ لان نص الشعب صايد نفسه وعائلته، والربع الثاني تابوني شيء قطع الايران. سيد ضياء الصوت غير واضح، انا اشكرك للمشاركه. معنا محمد من السماوة، تفضل سيد محمد. السلام عليكم أخي العزيز، تحية لك وتحية للرافدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، انهيار الطب، انهيار الأمة، تدمير أي أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى، ولكن يحتاج إلى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش. فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش، وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش، ونخسر الأموال على يد محاسب نجح بالغش، ويموت الدين على يد شيخ نجح بالغش، ويضيع العدل على يد قاضي نجح بالغش، ويتفشى الجهل في عقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش. أخي العزيز، انهيار الطب انهيار الأمة، ومن لا يصلح نفسه فإنه لا يمكن إصلاح الآخرين. ويتفرد الوزير أو المحافظ أو الطاغية بكل شيء، فهو وإن بدأ يرفع شعارات تزيين حكمه لكن باطنها أباطيل وتعطيل. حرية الفكر وسلب الإرادة الشعبية وحوك الدسائس ضد الشعب. وشكرا لك أخي العزيز. أريد أسألك سيد محمد، خليك وياي شوي إذا تقدر. ضياء من كربلاء تحدث عن إحدى المستشفيات الموجودة في مدينة كربلاء، يقول بأنه الأطباء الموجودين من جنسيات ثانية، يعني الهندي، الباكستاني، الإيراني، الكذا. طيب ماذا عن الأطباء العراقيين؟ آلاف يتخرجون سنويا من الأطباء ومن المهن الطبية الأخرى، يبحثون عن وظيفة ويجلسون على أرصفة الشوارع عاطلين عن العمل، لا يملكون فرصة للحصول على وظيفة، في حين أنه الجنسيات الثانية يشتغل بالطب ويشتغل بمصافي النفط ويشتغل بشركات خاصة وشركات حكومية، والمواطن العراقي، الطبيب العراقي، الممرضة العراقية أو الممرض، من يعمل بالمهن الطبية نجدهم على الأرصفة عاطلين عن العمل. لماذا إهمال الكفاءات العراقية وإهمال الطبيب العراقي وذو المهن الطبية العراقية والتركيز على جنسيات أخرى؟ سيد محمد. أخي جاسم. تفضل. نعم أبو جاسم. أخي أبو جاسم العزيز، أصبح العراق نموذجا للفشل في الشرق الأوسط والعالم. بعدما كان العالم ينظر له بهيبة لا مثيل لها، وعاش العراق بعد الاحتلال أيام عصيبة وفوضى عارمة وانفلات أمني نتج عنه تغلغل إصابات ومافيات ونشط الإجرام، وامتدت الجريمة المنظمة بشكل مرعب وباتجاه أفقي على مساحة العراق، وتغلغلت جهات مخابراتية دولية إلى العراق. طيب. مارست عمليات الاغتيال المنظم والكفاءات والنخب العراقية والطيارين والصحفيين. بس العراق ولاد يا محمد، العراق ولاد بالكفاءات وبلد منتج لهؤلاء، يعني حتى بزمن الفساد وزمن العلم البائس اللي عايش به الطالب العراقي، إلا أن هناك من استطاع أن يخرج من رحم المعاناة ويكون مبدع في مجاله، يعني كان طبيب أو مهندس أو أي مجال آخر من المجالات العلمية أو المجالات الفكرية الثقافية وغيرها. يعني الموضوع، نعم هناك فساد، نعم هناك تخريب للعلم، لكن أنا سألتك سؤال باختصار أريد منك الإجابة. الكفاءات أو الخريجين بشكل عام الموجودين في العراق، غالبيتهم عاطلين عن العمل، لا يحصلون على فرصة للعمل بسبب امتلاء الأماكن الشاغرة بجنسيات أخرى، بموظفين من جنسيات أخرى. كيف لدولة
تبقي مواطنيها على الأرصفة وتعين الغرباء. أخي عزيزي، توارثنا حكومات عاجزة عن إداء دورها. السياسيون استغلوا فرصة احتلال العراق ليهبوا من أجل تقاسم الكعكة بعدما كانوا يعيشون في خارج العراق برفاهية مفرطة. لم يمسسهم حصار ولا ظلم ولا جوع أخي العزيز، وشكرا لك. شكرا محمد، كنت معنا من مدينة السماوة. طبعا مفوضية حقوق الإنسان رصدت، نعم، مفوضية حقوق الإنسان رصدت انتهاكات في شعبة الأورام والطب النووي في محافظة ديالى. ذكرت المفوضية أنها رصدت كثيرا من الانتهاكات المتمثلة باكتظاظ المراجعين في قاعات المستشفى وعدم وجود أماكن انتظار لهم، ما يضطرهم إلى الجلوس على الأرض وخارج القسم وفي بعض الأحيان تحت أشعة الشمس الحارة لساعات طويلة. كنا قد عرضنا في حلقة هذا اليوم من برنامج تواصل دوت كوم، كنا قد عرضنا مقطعا لمرضى في إحدى مستشفيات البصرة يجلسون خارج المستشفى نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن هذه المستشفى، والذي أدى إلى خروجهم خارج هذه المستشفى. مرضى يخرجون من أجل التمتع ببعض الجو الذي قد يخفف من درجة الحرارة في أجسادهم. يعني هذه معاناة وهذه كارثة عندما تنقطع الكهرباء عن مستشفيات تجرى فيها عمليات وتجرى فيها أمور لمعالجة المرضى. كيف يمكن أن تستمر حياة مريض ربما يعتمد بقاء حياته على شحنة كهربائية، ربما صعقة كهربائية من أجل إنعاشه؟ على سبيل المثال، أين الكهرباء عندما تغيب على المستشفى؟ ماذا يحصل للمرضى من ناحية أجهزة التبريد، من ناحية الأجهزة والمعدات التي تعنى بعلاج المرضى والاهتمام والرعاية بصحتهم؟ معنا السيدة أم مريم من بغداد، تفضلي أم مريم. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، أنا والدي مريض وبي مرض مزمن. نعم. وديناه للمستشفى الطب ببغداد. ما يقبلون يدخلونا، قالوا تنطونا مبلغ من المال على مود ندخلكم. فتنا 3 أيام ورا هاي يفردوننا، يقولون روحوا على السليمانية خلينا تعالجونكم، احنا ما عندنا أدوية كافية للمريض. نعم. طيب ليش أصبح الطب العراق تجارة يا أم مريم؟ أخي من كثر الفساد بالعراق طبعاً، وحتى علاج ما هو بالعراق نهائياً، الأدوية نافرة وفاسدة. فاسدة، منتهية الصلاحية. منتهية الصلاحية شيء أكيد، ما حد يتحدث عليها. وإحنا بدل ما نروح المستشفيات نتعالج أكثر نتمرض ونرجع. نعم. وكلها لازم ندفع رشاوي ونط فلوس، والما عنده ينطرد ويرقد باب المستشفى. وهاي صاير الطب مستشفى الطب ببغداد. كان الله بالعون ام مريم، شكرا لك، كنت معنا من بغداد. معنا السيد صباح من بغداد ايضا، تفضل صباح. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه يعني الحكومه ووزاره الصحه، يعني شنو اللي الانجازات اللي سووها بكل المحافظات؟ اول ما نبدي بالمحافظات الجنوبيه، يعني هي هاي الحكومه محسوبه على حزب الدعوه ومحسوبه على بدر ومحسوبه على المجلس على وتشرف عليها المرجعيات كافه من مقتل الصدر او سيستاني او غيرها. شنو انجازاتهم الى قطاع وزاره الصحه في المحافظات الجنوبيه؟ صفر، لا شيء. لا سووا لهم مستوصف راس خير لأهلهم بالجنوب، ولا سووا مستشفى درجة أولى. وإحنا نعرف كل السياسيين الخونة اللي يحكمون الآن العراق كانوا عايشين في أوروبا وشافهم غير عالم بأوروبا أو الدول المجاورة بكل المجالات. أليس من المفترض أن ينقلوا هذه التجارب إلى العراق ويطبقوا النظام الطبي المتطور في هذه الدول الأوروبية؟ بالطبع
أستاذ يحملون كلهم جوازات أجنبية، وأنا متأكد 100% وكل الطبقات العراقية تعرف أن إذا تمرض أحد المسؤولين أو أولادهم أو أقاربهم أو الحاشية مالتهم ما راح يتعالج مستشفى اليرموك أو يتعالج مستشفيات المحافظات الجنوبية أو المستشفيات في المناطق اللي تم تدميرها المستشفيات بالكامل. يعني دمرهم البنية التحتية في مجال وزارة الصحة، وبالذات فترة حكم وزيرة الصحة عديلة. يعني عديلة شنو إنجازاتها من يكرموها المرجعية تكرمها والحشد يكرمها يطوها عدة كتب. أنا أقول لك سيد صباح باختصار، في فترتها دخلت الأكياس، أكياس الدم الملوثة المنتهية الصلاحية والتي كانت تنقل بها دماء نقية تتلوث بعهدها، فقدت كثير من المستشفيات أجهزة الرعاية بالأطفال الخدج، والذي أدى إلى وفاة كثير من هؤلاء الأطفال، وكانت فضائح كثيرة ظهرت للعلن. من فضائحها أجلكم الله المشايات التي استوردت أو تم استيرادها بمبالغ خيالية، أجهزة تجهيزات مكتبها الخاص، يعني هذه بعهد عديل حمود. والشقة الثانية أستاذ، مو بس المستوصف أو المستشفى أو غيرها أو البنايات الحديثة، الشيء الثاني الطبقة اللي كانت الطبقة من الدكاترة والعلماء الموجودين داخل العراق اللي كانت تدير وزارة الصحة والمستشفيات وحتى التعليم مثل كليات الطب وكليات الصيدلة، احنا نعرف بعد 2003 يعني تم تدميرهم بالكامل. اللي القتل داخل العيادة أكثر من مئات الدكاترة قتلهم لو بمنازلهم لو بالعيادات، تم تصفيتهم على إيد منه؟ على إيد الميليشيات الطائفية في سبيل إبعاد هاي الطبقة اللي تحتوي من العلم ومعترف به بكل دول العالم، أبعدوهم خارج العراق تلقاهم هسه بتركيا وبأوروبا وبالأردن وبالهند، بكل مستشفيات العالم تلقى الدكاترة معترف بهم ومعتمد عليهم، تم تهجيرهم وتصفيتهم على إيد هاي الحكومة. والحكومة نعرفها احنا هي تريد هالشيء هذا، الحكومة ما جت تبني، جت تهدم ما هو مبني. يعني احنا لو نريد نقارن بحكومة المرحوم الشهيد صدام حسين، يعني بذيك الفترة مقارنة وزارة الصحة شنو كانت تؤدي خدمات طبية وعلمية. طيب خلينا بهاي النقطة، يقول السياسيون الموجودون في العراق أن الزمن السابق كان زمنا للظلم وللقهر وللقمع وللديكتاتورية ودمار المجتمع وإفقار المجتمع، وهذه الفترة فترة الحصار التي كانت على العراق فترة دمرت هذا المجتمع، خربت كثير من العقول ومن الأفكار، ووعدوا بتقديم الكثير للعراقيين، ووصلت في بعض الأحيان إلى تصريحات يعني سخر منها العراقيون، منها التصريح نائب رئيس البرلمان السابق همام حمود الذي قال بأنه لا دولة مثلكم أيها العراقيون. طيب في أي شيء تحديدا لا دولة تشبه العراق؟ أكو دولة مثلهم هسه، مثل بالفساد والقتل والتهجير والنهب والطائفية والمحاصصة واللا دولة، هم مسمين نفسهم دولة بس هم لا دولة. على منو دولة؟ دولة لا إلها سيادة، لا إلها كرامة، لا إلها إنجازات، لا إلها مشاريع، لا إلها بنية تحتية حقيقية تم بنائها بعد 2003 لحد الآن. شنو إنجازاتهم من يطلعون يصرحون ويتبجحون؟ يعني احنا لو نريد نخلي مقارنة بكل وزارات الدولة، يعني حاليا خلينا نقول وزارة الصحة، يعني احنا نعرف فكرة الحصار انفرض حصار دولي وهم نفسهم اللي راحهم وشهدوا من العراق يمتلك أسلحة بيولوجية وحاصروا من العراق وأثروا على كل فواصل الدولة، وحصار دام 13 سنة دمر، لكن العراق اعتمد عند عقول هاي ما يقدر يحاصروها. العقل العراقي سواء وزير الصحة أو وكيل وزير الصحة أو مدراء المستشفيات اللي هم اختصاص، مو يجي واحد عتاق ومن دول الدوارة يصير هو اللي يأثر على مدير المستشفى الموجود، لأن هذا سيد أو بالحشد أو مسنود من الحشد، وما يخلي حتى اللي يريد يشتغل ويخدم هذا البلد يخدم بصورة صحيحة. صباحا أشكرك، الوقت شارف على الانتهاء. معنا آخر اتصال، السيد عبد الله من بغداد. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخويا؟ شلون صحتك؟ حياك الله عبد الله. أخويا بالنسبة للوضع الصحي بالعراق، الوضع الصحي بالعراق أي واحد يجي مثلا وزير صحة هذا يوقع يبصم بأن يدمر الوضع الصحي بالعراق. ليش يا عبد الله؟ يعني شنو الضرر اللي عائد على هؤلاء الحاكمين في العراق الآن من بقاء الوضع الصحي في العراق
بشكل جيد. هم مو عراقيين حتى يخافون على العراق، هم ذيول إيران، وإيران تريد دمر العراق وترجع إلى عصور إلى العصر الحجري، وبحيث العراق ما بي لا كفاءات لا دكاترة لا مهندسين لا مثقفين لا إعلاميين، كل 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 ينقض عليهم، حتى تبقى هي مهيمنة، والناس العراق عشان العيون يروحون لإيران ومدروان يروحون للهندي ويروحون مدرو، كل هذا تدمير. وماكو وزير يصير إذا ما يوقع على تدمير البنية التحتية للعراق. شكرا لك عبد الله، كنت معنا من بغداد، أعتذر منك الوقت انتهى. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صوتكم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.